امتى بيرجع؟ والله الا ما عاد يجي، بده للمساء. ليش ما بيداوم قبل الظهر؟ بلا بلا بيداوم، بس اليوم عنده عملية استئصال وما بظن يرجع. المشكلة كنت بدي ورجيه التحليل المخبري قبل ما ارجع على البلد، هيك طلب مني. تحليل شو؟ تحليل دم. قلت لي هو طلبه منك؟ ايه نعم. بتعرف قديش رقمك عنا؟ ما بعرف قديش الرقم، بس انا معي كرت. شكرا. حضرتك منصور البسي؟ البسيني استاذ. ونعم والله. طمني شو مكتوب بالبارة تبعي؟ لا 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 بسيطة ولا يهمك. ليكون الدكتور مخبي علي شيء؟ لا 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 ما في شيء بخوف، ما في شيء بخوف منه. وين التحليل؟ التحليل هي. الو معلش والله اتصلوا بعدين. ايه مشغول شوي. تفضل. طمني في شيء؟ لا 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 يكون لك فكرة. الأمور العامة ماشي حالها، بس مرتفعة عندك نسبة الأسيد يوريك. ليك شايفة؟ حتى بالعلامة كاتبين لك إياها بالأحمر، شوف. مزبوط معك حق، عم بقول لحالي ليش كل شيء مكتوب بالأسود إلا هدول بالأحمر. ايه طبعا لانه فوق الحد الطبيعي. لا حول ولا قوة الا بالله، من شو بترتفع هاي؟ من الله. من شو يعني؟ ما في سبب مباشر. اللي عم يتنفخوا رجليك شيء؟ ايه والله عم يتنفخوا. ها شفت شلون؟ هذا التنفيخ من الاسيد يوريك. طيب شو بدي اعمل لحتى تنزل النسبة؟ هلا المساء بس تشوف الدكتور بيكتب لك على حمية معينة. بس انا ما بقدر ارجع المساء، بدي سافر. لكن امتى بدك تراجع الدكتور؟ يعني شيء 4-5 ايام. ما بصير ما بصير يا حباب ما بصير. لازم تعرف عن شو بدك تحمي حالك، مو تروح على ضيعتك يا غافل لك الله. طيب انت بينتك زلمة فهمان والعفو منك، يعني بتطلع نص دكتور. لا حباب هي ما بريدها منك منوبة ولو. انا اسف، انا بعتذر منك. يبدو انه غلطت، غلطت بحقك. ايه طبعا غلطت بحقي، قسما بالله ما في فرق بيني وبين الدكتور غير هالشهادة، يعني شقفة هالورقة اللي معلقة بالحيط. وإلا من ناحية المعلومات فأنا بعرف كل شيء، ما بتخفاني خافية. يا سيدي الله يبارك فيك، يعني سماه هون في وجوهي هي بالحقيقة، بس يا ريت حضرتك تقلي على الحمية وتخلصني، يعني بتكسب فيني ثواب. على عيني، باينتك درويش وبتستاهل. شوف يا أخ، أهم شيء إنك تخفف أكل اللحمة ومشتقاتها. يعني كل شيء بروتين بتبتعد لي عنه، ومو بس البروتين الحيواني، البروتين النباتي كمان. وين بيلتقى هذا البروتين النباتي؟ بالحمص والفول والتسقية أكثر شيء. بعدين بدك تكتر أكل الخضرة قد ما فيك. ماشي الحال، يعطيك العافية. الله يعافيك. اسلموا إيديك، كتر خيرك. تفضلت. تفضل أخي. هاي التحليل. ماشي الحال، السلام عليكم. وعليكم السلام والإكرام. مئة ليرة؟ يعني لو كان الدكتور موجود كان قال له نفس الشيء ولطش منه 500 ليرة، بس هداك معه شهادة وأنا لا. قال فرقت كتير يعني. يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلين وسهلين. الدكتور موجود؟ لا والله مو موجود، عنده عملية استئصال مرارة. خير؟ الله يجعلك بخير، بدي ورجيه الصورة. أنا بشوفها. يا دكتور اهلا وسهلا جاه. اهلا وسهلا يا ميت مرحبا. وين رحتي اليوم؟ ما رحت لمطرح لانه جاراتي بالبنايه اجوا لعندي. منيح اللي فكروا اخيرا يعملوا لك زياره، يعني بالحساب هي صار لنا سنه كامله ساكنين بهالبيت وما شفنا وش حدا منهم. صحيح، بس بتعرف سالم انحرجت قدامهم كتير انا. وليش بقى؟ شو ليش؟ كلياتهم مفكرينك دكتور. ايه وين المشكلة يعني؟ شلون وين المشكلة يعني؟ بكرة عاجلا ام اجلا رح يعرفوا انك مالك دكتور ورح اقلب انا قد الكباية قدامهم. لا عيني، لا بتقلبي قد الكباية ولا قد الكوساية، نحن ما كذبنا على حدا. ايه بس تصرفاتك كلياتها بتوحي على انك دكتور، ولا تاخذني بهالكلمة يعني، هذا اسمه احتيال.
هلا اذا كنت عم ساعد الناس وعم لبي نداء الواجب الانساني وعم فيد غيري بخبرتي ومعرفتي بكون عم بحتال؟ لكان شو إلا تفسير تاني غير هيك؟ يا عيني انا مالي مسؤول عن انطباع الناس عني، يعني اذا هن افتكروني دكتور فهذا مو ذنبي. شفتيني علقت ارم على الباب وكتبت عليها الدكتور سالم ابو الهدى؟ يا حبيبي والله هذا اللي ناقص. قلت شي للجيران يا ناس يا عالم انا دكتور مختص صدمية، تعالوا تفرجوا علي وتعالجوا عندي. هلا انت ما عم تعمل هيك، بس انت عم توحي لهم ايحاء. لا عيني لا ايحاء ولا بطيخ مبسمير، بس الناس بتعرف تميز منيح، يعني لو ما كان عندها احساس قوي انه خبرتي وعلمي ما بتقل ابدا عن خبرة اي دكتور فاتح عيادة ما كانوا ظنوا في ايه هالظن. طيب خلص خلص خلصنا مثل ما بدك، انا اصلا عم بحكي من شان ادرك وقيمتك. بتحب اعمل لك شاي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ولك يا منيرة أنا 100 مرة صرت قايل لك إنه الشاي بعد الأكل ما بيسوى لأنه بيحرق الحديد الموجود بالجسم، فهمتي بقى؟ إيه لا تواخذنا دكتور، نسينا. أنا متوقع إنه أخوه يكون القاتل. آه، أخو مين؟ أخو سميحة يلي بالفيلم، لأنه كتير عم يحطوا الكاميرا عليه. هلأ ضروري تقاطعيني مشان سميحة وأخوها، مالك شافتيني عم بقرا؟ أما طبعك عجيب أنت. وليش عم تعصب علي؟ أنا عم تحركش فيك قصداً مشان ما تمل. لا تخافي علي ما بمل. ليش؟ لأني ما عم أقرا قصص وروايات غرامية. ويكون بمعلومك يا مدام انه هالكتاب هاد لكلاوديوس جالان اشهر طبيب يوناني مختص بامراض الربو. لك تصوري تصوري انه ضل 7 سنين وهو عم يعمل دراسات وتجارب حول عشبة البنج. لا ومو بس هيك، كمان حاكي عن الهجوم الفيروسي وعن تجلد وتجمد ويبسان الكتاف وانتفاخ المعدة. بقى شو رأيك؟ اقرا واستفيد مشان وسع معارفي ومداركي، ولا اتفرج على سميحة واخوها واكتشف لك القاتل؟ ايه قوم قوم افتح الباب. مرحبا جار. اهلين وسهلين ابو سعيد، خير شايفك موجوع. ايه والله راسي طول الليل ما نايمني. بيلتقى عندك شي حبه وجع راس؟ فوت فوت احسن ما تنتسف من برد. فوت لانك فوت. يا الله خير ان شاء الله خير. تفضل تفضل جار. يا الله سلامتك. في العيشي؟ لا ما في. في دوخة؟ كمان ما في. انت استسني؟ جبينك سخن ها؟ طبعا سخن، لاني كنت كامل حالي تحت الحاف، قلت لحالي بركي بخف بالحرارة. ايوه سعول لشوف؟ دكتور صدقني الشغلة ما بدها لا سعلة ولا عطسة. انا بعرف سبب وجع راسي، يعني بس اطلع من البيت الصبح بلا فطور هيك بصير معي. سلامتك جار، بس إذا بتحب تتسطح حتى أفحصك لا تستحي، تسطح، نحن لبعضنا جار. معلش معلش، حبة وجع راس وكتر الله خيرك. طيب انتظرني شوي لجيب لك الدواء. شو مين هذا؟ جارنا أبو سعيد عم يجع راسه. يو شو بدك تعمل له أنت يعني؟ هلا قومي دوري لي على كيس الأدوية، أحسن ما عم تاخذي وتعطي معي. كيس الأدوية بقلب الكنباية عندك هنيك. بقلب الكنباية؟ وشو جابوا لهني؟ لحاله إجا لقلب الكنباية. حالو تفضل جار، هذا ظرف حب. شو هالحب هاد؟ هي أول مرة بشوف مثله بحياتي. هذا مسكن عام، بتاخذ حبة من هون بعد ربع ساعة بكل الوجع من هون. بس وينك جار؟ هذا الدواء تقيل شوي، يعني ممكن يصير معك نتفة مغص. ها؟ يصير معي مغص؟ لحظة امسك لقلك، هذا الدواء مشان المغص اللي رح يصير معك من الحبة الأولانية. وعلى فكرة هذا الحب كتير ممتاز، بيكرت لك كل البلاوي اللي ببطنك كرت. هاي من جهة، من جهة تانية مفيد للنفخة كتير. معك نفخة أنت شي؟ لا ما معي. أمني عظيم كتير. بس وينك جار؟ لا تخاف إذا صار معك دوخة. ليش بيعمل دوخة؟
يعني دوخة خفيفة ما بنحكى فيها، لا تنوهم، بس ممكن يزرقوا شفايفك شوي. بس دكتور أنا بخاف من الدوخة. بتخاف؟ لحظة امسك لقلك، هي تحميلة مشان الدوخة. دخلك لها عوارض جانبية؟ لا 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 أبدا ما في، بس بجوز تعمل معك صداع خفيفة وانت اخذ حبة مشان الصداع، معناها ما في أي مشكلة. معافى إن شاء الله جار، معافى حبيب قلبي. الله يعافيك. إذا سمحت في عندي مراجعة تانية بعشرين الشهر. طيب هي سجلت لك الموعد. شكرا. معافاه ان شاء الله، اهلا وسهلا. الله يعافيك. مع السلامه. يا سالم دخل اللي بعدها. ما ضل حدا دكتور. ايه سالم الله يرضى عليك، عمل لي تنظيف العياده قبل ما تنزل، ولا تنسى تمسح الشبابيك وتعطر التواليت. على عيني دكتور. ونظف لي السقف بالمعسفه، ملاحظ انه السقف مغبر شوي، عندك معسفه؟ مو مشكله، مدبر حالي دكتور. صحيح سالم، احتمال اليوم اتاخر المسا شي ساعه، رتب لي المواعيد على هذا الاساس. خير في شي دكتور؟ لا ما في شي، بس انا والعيله طالعين نتغدى برا، ملينا من طبخ البيت. ايه معكم حق، شي بيمل الدكتور. يلا خاطرك. مهون ان شاء الله، الله معك. مع سفه هي اخرتي، كل هالخبره والمعرفه بامور الطب واخر شي اشتغل بالمع سفه. الو مرحبا منيرة، شو طبخ اليوم؟ لا 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 تطبخي، عازمك على الغداء برا. هيك ما في مناسبة، ضروري يكون في مناسبة حتى نتغدى برات البيت. بعدين ما حدا أحسن من حدا، سعري بسعر غيري. بقى جهزي حالك من هون لشي ساعة زمان. لا لا مالي مشغول، بس بدي نظف، بدي رتب استمارات المرضى ونزلها على الكمبيوتر. ايه وهو كذلك. الله معك عيني، مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك العافية. أهلين أهلين. شلون صحة؟ الله يخليك الحمد لله. عفوا مو حضرتك اللي اشتريت بيت المصري؟ أي نعم أنا أبو هشام جاركم الجديد. يا أهلا وسهلا فيك جار، ترى أنا شقتي تحت منك تمام. إن شاء الله مرتاح بسكنتك الجديدة؟ إيه الحمد لله كتير مرتاح، ممتاز كتير. إيه الحمد لله. خير جار؟ ليش عم تطلع فيني هيك؟ لا لا ما في شي، بس عم يوجعك شي جار؟ لا جار خير، في شي؟ لكن ليش وشك قالب على صفار؟ صفار؟ ايه طول عمره وشي هيك؟ لا 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 شو الحكي، وشك مو طبيعي منوب وحجر عينك نائر. المفروض يا جار تعمل تحليل للي رقان. يا رقان؟ ايه بس انا مرقن بزماني. ما دخل ما دخل، واذا بتحب شرف لعندي على العيادة حتى افحصك وتطمن على حالك. ان شاء الله ان شاء الله، بس يصير عندي وقت. اتفضل نتغدى سوا جار، نحن رايحين على المطعم. شكرا كثير دكتور، فرصة تانية ان شاء الله. بيني وبينك معزوم عند حماتي على الغداء على كبة. لا تقل. اوعى مشانك مشان صحتك. لا ان شاء الله. اوعى المشوية، المشوية لا تكتر. لا تكرم عينك. شفت شلون هو لحاله نادالي دكتور، قلت له شيء انا؟ لا انت منوب ما شلقته. ما قلت له هو يا تريدوا شيء تاني استاذ؟ لا يسلموا ايديك. شرفي مدام. وليه؟ يا ابو عماد وليه دخلتوا يا جماعه؟ بدي شو صابوا جوزي؟ يا جماعه في معنا دكتور بالمطعم؟ شو وين فزيت؟ شو وين؟ مو شايف الجماعه عم يستغيثوا؟ وانت شو دخلك؟ شلون شو دخلني؟ واجبي هاد. بس هنن عم يندهوا على طبيب. وليه؟ يا جماعه اذا بتريدوا ما في معنا طبيب. سالم عم اقول لك عودها. عبالي معروف تيجي بأكلك انت، بدي اشوف شغلي، لا تدخلي بشغلي ارجوكي. يا جماعة بعدوا هيك يا شباب الله يرضى عليكم، ست خطوات لورا. حاضر. انت خليكم لا تروح، بدك تساعدني. حضرتك زوجته؟ اي نعم. ممكن تحكي لي شو صار بالضبط؟
هو عم بياكل فريكة، زت المعلقة من ايده والتحش على الارض. طيب يا ترى الرز بيعمل معه هيك شيء ولا بس الفريكة؟ والله ما بعرف، هي اول مرة بتصير معه هيك قصة. بسيطة مدام بسيطة، الحمد لله القلب شغال والنبض منيح والتنفس منتظم، ما في شيء بخوف مدام اطمني. تعالي اخي جلسوا معي، لا لك جلسوا، يلا دحوا على ظهره دحوا. صحة. لك يا اخي بايدك مو بركبتها. بايدي دكتور بايدي. ماشي. الحمد لله. ايوه الحمد لله مشي حالك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله صحي. الحمد لله الحمد لله على سلامته، كان راح فيها لانه الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك ابو عماد. الله يسلمك. مي الله يسلمك. لا لا ما في ما في ده ما في ده. طيب اعطوني كرسي بس اعطوني كرسي. كرسي ما في مانع. عود 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 حبيبي عود. على مهلك. الحمد لله على سلامتك. الله كاتب لك عمر. الحمد لله. والله كتر خيرك يا دكتور، كان راح فيها. وخيرك يا ستي، نحن ما عملنا شيء، هذا واجبنا ولو. الحمد لله على سلامته. الله يسلمك. الله يصلحك يا ابو عماد، يعني وقت بدك تاكل فريكه اطحنها منيح تحت دراسك قبل ما تبلعها، مو تزلطها زلط. ليش ليش شو طلع معي دكتور؟ الحمد لله ما طلع شيء، بس بالظاهر علقت كم حبه فريكه بمبلعك. تفضل تفضل دكتور، عود معنا. الله يخليك، والله مستعجل. لا والله ما بصير، والله تفضل. طيب والله والله تفضل. والله ما بعرف. طيب 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 لنا الشرف يا سيدي. الحمد لله على سلامتك، والله وضعك كان خطير. مشي الحال يا ستي. الشيء بالشيء يذكر، هداك اليوم اجاني واحد نفس حالتك بالضبط، بيتشردق كتير خصوصي لما بياكل كبة. يعني شغلة الاستاذ مو غريبة، لانه يا مدام عم يجينا حالات مثل هي كتير الله وكيلك. اجاني مرة واحد فاتح تمه على الاخر لانه علقان حنكه وهو عم يتاوب. ومرة اجاني زلمة اسعفته لانه كتم العطسة وعطس لجوا، قامت انفخت طبلة اذنه. بعدين حميد ربك يا استاذ انك عم تتغدى بهذا المطعم، يعني لو كنت بمطعم تاني وما التقى مين يسعفك على الحارك شو كان صار فيك؟ روح ربي يسلم ايديك ودين معروفك. الله يخليك يا سيدي، ما في شي محرز، ان شاء الله بتعيش حياة مديدة انت. عفوا دكتور. عفوا. خير يا ابني؟ في حدا من الزباين صار له شي؟ لا لا ما في شي ما في شي دكتور، بس المدام طالبتك. وين؟ على التليفون؟ لا على الطاولة. نسيت والله العظيم نسيتها. بتصير معي هيك شغلات. بتصدقوا؟ بس دائما انا لما بنشغل بمريض او زبون بنسى الدنيا وما فيها واجبات. اندهلا دكتور تيجي تقعد معنا على الطاولة؟ لا معلش يلا فرصة طيبة. الحمد لله على السلامة، ان شاء الله العمر المديد لك. الله يخليك. شكرا كثير دكتور. شكرا كثير لك. شكرا الله يسلمك. عذبناك معنا. ولا انت هون معلش يلا. الله يشفينا، كان راح يروح فيها. اي ستي شو بكي شو بكي مبوزمه وقلبي خلقتك. سلامتك حبيبي ما في شيء. عفوا دكتور، الاخ اللي عالجته دفع حساب الطاوله. لا حول ولا قوه الا بالله، والله هيك خجلونا. بتريدوا شيء ثاني دكتور؟ لا سلامتك. بس وينك؟ الله يرضى عليك، بعد شوي نزل لي المحلي والفواكه. حاضر دكتور. شفتي شلون؟ هاي طلع غدانا ببلاش اليوم. خلصينا منيرة، افردي لي هالخلقة بقى. مسكي لقلك، كلي قرص هالكبة من ايدي. خدي خدي بقى، تحشي بتمك، حاجتك تدللي. يلا منيرة، لك اخي عضي عضي. ايوه. ايه شبكي؟ منيرة 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 حبيبتي امسكي امسكي، اشربي كاسة المي، اشربي كاسة المي. العب منيرة منيرة منيرة. يب منيرة منيرة منيرة. يا جماعة عفوا، بدنا دكتور بسرعة. الله يخليكم. أحلى ما يكون بالمطعم دكتور غيري.